السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد وبلاصه جديده. تحيه لكم وتحيه لعائلتكم وتحيه لكم كاملين. رمضان مبارك سعيد خوتي، والله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وبطول العمر باش ما تمنيتو. خوتي راه حنا في قوه ما عييت بالحجر الصحي، قلت غندير الهجره لمدينه اخرى. كنت في العاصمه ديال البانيا تيرانا، قلت ان شاء الله نطلع لدورسي دوريس، عفوا هاد دوريس هادي فيها البور. قلنا نجرب وحدنا ما كاينلاش، نضربوا التمره كامله ان شاء الله. فاش جينا فاش جينا لدوريس كان واحد الهيت اخر، المحله السادين خلاص. مهم سمعوا شويه الموسيقى حيت الناس هنا طالعين فوق البالكو وكيديروا الموسيقى مجهده وكيغوتوا. اللي عجبتني واحد الحاجه، هما دايرين الموسيقى قبيله دايرين الموسيقى مغربيه، عرفتي حنا في البانيا وكنسمع فوق السطح الموسيقى مجهده مغربيه. المهم خوتي جينا لهنايا، راه بوليس 70 صابغي ما يلحقونيش. جينا لهنا خوتي بعد ما عينا في الحجر الصحي، قلنا نجربوا حدنا هنايا في البور ونشوفوا على مولانا الى صح الله هي هذيك. داكشي اللي بغينا ما كاينلاش نزيدو نضربوا الطريق بزاف، حيت مازال تبعنا الطريق بزاف تقريبا. مونتينيغرو، بوسنا، كرواتيا، سلوفينيا، ايطاليا، قلنا نختصروا زعما شويه هذا. تاع جينا لهنا خوتي لقينا واحد الديكور اللي هو شويه مزير بزاف، وشكون اللي خلاني شكون اللي خلاه شي يزيد يتزير هو هاد كورونا هادي. كتبين الشارع خاوي، يعني كتبان غير انت اللي كتمشى، ما كاين حتى شي واحد كيتمشى. هادشي علاش اخوتي شويه مزيره، يعني دابا اون فوا كندور كنلقى البوليس. عرفتي شحال من مره دازو من حدايا، ولكن سبحان الله نحس لحد ما هضروش معايا كاع، ما عرفتش واش. المهم ما فهمتش، داير واحد الماسك ديالي كنت سارى في المدينه بوحدي، ما كاين حتى واحد. الناس قليل كيبان شي واحد خارج من الخدمه ولا شي حاجه. اول الدار اللي فيها الموسيقى راه هي الفوق. صراحه الاخوتي هذه المدينه هذه سياحيه وزوينه بزاف، وجينا اخوتي نجربوا حدنا. ضربنا عليهم البسه زوينه وقدينا راسنا، ماشي الا جاب الله جبناها في ايطاليا ان شاء الله نكونوا، ولا شي دوله اخرى في اوروبا نكونوا هما هذوك. محتاجوش نضربوا تماره وعاد نقدوا حوايجنا. مشيت دبرت على واحد الكوين حطيت فيه المسائل ديالي، كان جاي معايا الدري صاحبي البارح. ضربنا تقريبا 45 كيلومتر ديال الطريق، هو ما قدرش يكمل، ضرب معايا النص وقال لي ما قدرتش نكمل عييت صافي. قلت له رجع ماشي مشكل، قال لي ترجع معايا، قلت له ما نقدرش نرجع. هانتوما خوتي شارع بوحدي، هانتوما بوحدي اللي كندور في العاصمه ديال في مدينه دوريس. نتمنوا من الله الخير وصافي. بانوا لي بحال شي بوليس ليه، عرفتي راه غادي ومخلوع ورد البال وما خصش يشوفني حتى شي واحد. البور هو غير هنايا حدايا، شفت قبيله طلعت عليه واحد العماره من الفوق. من بعد نوريكم كيفاش داير هذا البور. هذا دوريس هي هادي اخوتي، هي دوريس. ايوا الله يسهل علينا والله يسهل على الجامعه اخوتي. بعد من الكامب عينا فيه قوت ما عرفتي، يومي الكلاس يومي الكلاس يومي الكلاس. المرض والله حتى المرض الانسان. قلنا بغينا زعما نجربوا حدنا، واخا غتوصل اوروبا، هي غتوصل اوروبا في هذا الوقت هذا، حتى هي بحال هكا ماشي كلشي، ماشي زعما راه غنوصل لاوروبا غنلقى الناس ولا كدا. يعني هاد الكورونا هادي يعني عالميا يعني الازمه كاملين. المهم غير قلنا زعما نحيدوا علينا هاد المراحل هادو كاملين، وفي نفس الوقت نجيو نجربوا حدنا هنا ونشوفوا الامور كي دايره. وثاني حاجه كتكتشف المدينه وكتزيدها في العقل ديالك، كتولي حتى هي بغينا شي قهيوه ساعه سد اي حاجه كتشوفها كتزيد كديرها في عقلك. المهم شفنا هاد المدينه، واخا ما جابش الله ما ضربناش، حنا تسارينا ودرنا وشفنا وان شاء الله نخليكم معايا اخوتي نوريكم من الفوق البور كيفاش كيبان. رجعت لكم اخوتي، انا غندخل العماره دابا باش نوريكم البور من الفوق. المهم العمارات كيكون البيبان ديالهم محلول راكم عارفين بحال ديال المغرب. خليكم معايا انا داخل السانسور استنى.
ساكي باش المهم اخوتي غنطلعوا غنوريكم البارك الفوق كيفاش داير الى بان جاب الله ضربنا اليوم ان شاء الله ولا غدا من بعد ان شاء الله غادي نحط لكم لايف فيديو نقول لكم هاد الدابة كيفاش جاب الله التيسير ما جابش الله نخلي لكم الرحاله ديالنا كيفاش غيكون وما طلع دابا حتى العماره الفوق باش غادي نوريكم البار من الفوق وصلت للعمارة هذا هو البور اخوتي اللي قلت لكم هو هذا هو البور هنا كيضربوا الدراري المغاربه والجزائريه وحراقه المهم كاملين انا اخوتي كيجيو الكاميونات فهمت وساهل ماشي شي حاجه صعيبه هنايا فهمتي غير بنا خصو يكون شويه خفيف وصافي الكاميونات كيكونوا ليها السكانر كيكون تما ليه فهاد البلاصه هادي كيكون السكانر وانت هي كتجي حتى لهنا وكتضرب يعني كتفوت السكانر كتنقز واحد الكرياج ها هو الكرياج الاول في هذا الطريق كتنقز هذا الكرياج هذا وكاين واحد الكرياج واحد اخر راه هو صافي انت لداخل كتشوف شي كامي ولا شي لعيبه كتضرب فيها انت في الفور ديريكت السكانر راك خرجتي منه فهمتي راك زدتيه صافي لا بريبار ديال الدراري بزاف صحابي دازو من هنايا الله يسهل عليهم راه الحمد لله وصلوا بخير وعلى خير والعقبه لينا ان شاء الله حتى حنايا هذا هو البور اخوتي فهمتي وخاوي وعندك كيفاش دير الضرب وما كاينش شي حاجه زعما صعيبه فهمتي خلينا من داك ديال المغرب الحراسه المشدده عرفتي بحال الا داخل معفين هذا خوتي الدوام زوينه واحد العماره انا فوق من العماره كطلع فوق العماره كيبان لك التقابي مني غنضرب فهمتي ها البار مصباح هو جالس تما راه كيشارجي السلعه وشارجي المسائل ديالو من بعد غيتحرك ولكن ما عرفتش الوقيته ديالو هادشي اللي كاين الله يسهل علينا الله يسهل على الجميع اخوتي يلاه تحيه لكم